سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله راح نديرو كونديا مع بعض للاولاد الصغار. هنا خديت كاسروله درت فيها زوج مغارف نتاع السكر ومغرف كبيره نتاع النشا، يعني بالمغرف رايحه نديرو الكيله بالمغرف الكبيره. هنا درت زوج مغارف سكر، مغرف نشا، وزوج مغارف تاع الفلون شوكو، يعني نعمرهم مليح مليح. هنا خديت نص ريتلا تاع الحليب، رايح نخلطهم كامل هكاك حتى وين نحس السكر ذاب، سكر تاع الفلون وسكر تاع العادي والنشا ثاني. نخلطهم مليح مليح، نزيد مغرف كبيره تاع الكاكاو. البنات لازم الكاكاو يكون من النوعيه الجيده، هذاك اللي يمدلو لوغو رائع جدا. صدقوني الكونديا هذا تقولي شريتيه ولا خير من تاع المحلات. دي فوا يديرو هما الكاكاو ماشي مليح، يعني يعطي واحد الذوق غير لائق مساكن تاع الدراري، مساكن لدراري صغار. هنا حطيته فوق النار، خلطته مليح مليح حتى وين خضر. وهنايا راح نزيد له زوج علب كريم ديسير، يعني يعطي له البنه ويخضرها. هكذا نخلط مليح مليح، ماشي كي نقولوا خلطوا يعني تخلطيها هكا شويه برك وخلاص، لا لا لازم تخلطيها مليح مليح حتى وين تحسي كل المواد ذابوا مع بعضهم. هنا هكذا كيما راكم تشاهدوا نخلطهم مليح مليح. من بعد نزيد علبه واحده اخرى، اج بريفير ندير علبه ونزيد نخلطها مليح ونزيد علبه واحده اخرى باش نحس باللي يعني ذابت. هاكا نخلطها مليح مليح. هنا وجدت كسروله واحده اخرى درت فيها نص ريتلا تاع الحليب ونديها فوق النار حتى وين تغلي، يعني راح نعقم الحليب باش الى بقى يوم يومين ما يفسدلناش. هنا بعد ما يعني خليت هذاك الفلون تجمد لي مع الحليب برد، انا خليتهم برك هكا فوق البلون دو طرافاي باسكو راهي البرد الحال حال. من بعد خلطتهم بين زوج وضربتهم بالميكسور مليح مليح، ولا شفتيه مخاثر زيدي لهم شويه تاع الحليب. وهنا شوفوا القوام تاعو كيفاش يخرج، صدقوني واحد الذوق رائع رائع رائع، بنه وثقاله، يعني عطالهم واحد البنه رائعه جدا جدا. هنا راني ذقت شويه واكتشفت البنه نتاع الكاكاو اللي عندي انا ممتاز جدا، عنده واحد الذوق رائع. حبيت نقول رائع باسكو صدقوني يعني اروع من اللي يتباع. اذا ان شاء الله تجربوه لولادكم. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.